أناب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لذوي العزيمة. أناب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لتتويج أبطال دور الفتيات والجاليات والأندية الوطنية بدور خالد بن حمد لكرة قدم الصالات السادس، حيث يأتي هذا الدور ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الرياضي والإنساني. وهنأ سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أبطال دور سموه لكرة القدم الصالات للفتيات والجاليات والأندية الوطنية، وقدم سموه التهاني لفريق الإصرار بمناسبة فوزه بلقب دور الفتيات، وفريق الجالية المصرية بفوزه بدور الجاليات، وفريق نادي سار الذي توج بلقب دور الأندية. وأكد سموه أن المستويات الرفيعة التي شهدتها المباريات النهائية دليل على أن الدور يسير وفق الرؤية التي وضعناها وتتماشى مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الهادفة إلى صقل الشباب البحريني وإعطاء الفرصة للجميع بالمنافسة الشريفة، حيث حقق الدور العديد من الأهداف التي من شأنها مواصلة الارتقاء بالرياضة البحرينية، سيما أن الدوري حمل شعار ملتقى الأجيال الذي يجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. بدوره أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أن دور خالد بن حمد لكرة القدم للصالات تمكن من الوصول إلى أهدافه وقيمه ورسالته بفضل الاهتمام الواضح من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد ومتابعته المستمرة لكافة فعاليات الدوري الذي شكل حراكا قويا للقطاعين الشبابي والرياضي، وحظي بمشاركة واسعة من قبل مختلف فئات المجتمع البحريني. كما أشار سعادة السيد هشام بن محمد الجودر إلى أن تجربة توسيع قاعدة الألعاب المدرجة في الدوري حققت نجاحا كبيرا ومتميزا وأحدثت صدى إيجابيا بين جميع المشاركين، الأمر الذي عزز من النجاحات الكبيرة التي حققها الدوري في الفترة الماضية، مؤكدا العمل بكل جهد من أجل تطوير الجانب الإداري والفني في النسخة السابعة من دوري خالد بن حمد لكرة القدم.